أما سؤالك عن هذا الأثر، أوحى الله إلى داود: ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات بمن فيها إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا، وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء بين يديه، وما من عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني وغافر له قبل أن يستغفرني. هذا عند ابن عساكر عن كعب بن مالك، لكنه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أورده أبو نعيم في الحلية عن وهب ابن منبه، فيكون من الإسرائيليات وليس حديثا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.